بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يقربنا إليك. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، الإخوة الكرام، نقرأ إن شاء الله هذه الورقات التي أرى لها أهمية كبيرة في موضوعها. هي رسالة كان كتبها بديع الزمان رحمه الله الشيخ سعيد النورسي، وقدمها للمشيخة الإسلامية في إسطنبول في سنوات 1919 أو 20. وكان الشيخ قد رأى جماعة من الناس، من الشيوخ، من المشيخة، يدعون الاجتهاد المطلق ويحقرون أو يصغرون الأئمة الأعلام أمام أعين الناس، يعني يعظمون أنفسهم واجتهادهم ويدعون الاجتهاد بأنهم يستطيعون أن يأخذوا من الكتاب والسنة. الدعوة التي ما زلنا نسمعها يعني إلى الآن، والتي فتحت والشيخ كان يعني مهتما بأمر المسلمين، وكانت له يعني نظرات يعني صائبة في كثير من المسائل. من قبل قرأنا يعني وشرحتنا رسالته في الاجتهاد التي يعني يدعو فيها إلى إغلاق باب الاجتهاد أمام الفوضى العارمة التي يعني توجد. في هذه الرسالة سماها هيمنة القرآن الكريم، و يعني طرح فيها هذا الموضوع. وأقرأ الرسالة ثم نقف يعني على بعض الأماكن المنورة، حيث يعني ترى فيها يعني ما يستحق التأمل، ما يستحق التأمل والنظر والتبصر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أرى أن مرد ما تبديه الأمة الإسلامية من إهمال وعدم مبالاة نحو الأحكام الفقهية ما يأتي. أرى أن مرد ما تبديه الأمة الإسلامية من إهمال وعدم مبالاة نحو الأحكام الفقهية ما يأتي. إن أركان الدين وأحكامه الضرورية نابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية المفسرة له، وهي تشمل 90% من الدين. أما المسائل الخلافية التي تحتمل الاجتهاد فلا تتجاوز 10% منه. فالبون إذن شاسع بين أهمية الأحكام الضرورية والمسائل الخلافية. فلو شبهنا المسائل الاجتهادية بالذهب لكانت الأحكام الضرورية وأركان الإيمان أعمدة من الألماس. ترى هل يجوز أن تكون 90 عمودا من الألماس تابعة لعشرة منها من الذهب؟ وهل يجوز أن يوجه الاهتمام إلى التي من الذهب أكثر من تلك التي من الألماس؟ يقول هنا، يبحث ويتأمل الشيخ رحمه الله في مسألة الأحكام الفقهية وموقف أو مكانة الفقه ومكان الفقه في ضمن المنظومة أو في ضمن الصورة العامة للإسلام. وبدأ يقول بأن الأحكام أو أركان الدين والأحكام الضرورية في الدين جاءت من الكتاب والسنة، وأن الجزء الأكبر منها كان واضحا ويمثل الأعمدة الأساسية لفهم الإسلام وفهم الإيمان واتباع الدين، وأن هناك جزءا
أو هناك مساحة نستطيع أن نقول هي في المسائل الخلافية، يعني التي اختلفت فيها أنظار العلماء. فقارن بين المسائل الاجتهادية إذن وبين الأحكام الضرورية وأركان الإيمان، وأن أركان الإيمان والأحكام الضرورية واضحة وعالية وراقية. ثم قال: إن الذي يسوق جمهور الناس إلى الاتباع وامتثال الأوامر هو ما يتحلى به المصدر من قدسية. هذه القدسية هي التي تدفع جمهور الناس إلى الانقياد أكثر من قوة البرهان ومتانة الحجة. يقول بأن الناس، الدافع الذي يدفع الناس إلى اتباع هذه الأحكام الاجتهادية التي صدرت عن أو صورت أو كانت هي انعكاسا لأحكام الأصلية، الأحكام الأصلية للدين، يقول إن بسبب قدسية هذه الأحكام اتبعها الناس. يعني نستطيع أن نقول بأن الأحكام الفقهية مقدسة، ولأنها مقدسة الناس اتبعوها، لأنها مقدسة ومعظمة فقد اتبع الناس أحكام الفقه وكلام الفقهاء لما فيه من تعظيم، أو لأنه صورة من صور الشريعة، يعني صورة الشريعة هي الأحكام الفقهية. نكمل النص أولا، يقول: إن الذي يسوق، عيد الفقرة هذه، إن الذي يسوق جمهور الناس إلى الاتباع وامتثال الأوامر هو ما يتحلى به المصدر من قدسية. هذه القدسية هي التي تدفع جمهور الناس إلى الانقياد أكثر من قوة البرهان ومتانة الحجة. يعني أن الناس لأنهم يعظمون يتبعون دون أن ينظروا إلى الأدلة والتفاصيل والبراهين القائمة عليها. فينبغي إذن أن تكون الكتب الفقهية بمثابة وسائل شفافة كالزجاج لعرض قدسية القرآن الكريم، وليس حجابا دونه أو بديلا عنه. ينبغي أن تكون الكتب الفقهية، الآن ندخل في موضوع مسألة الفقه الذي تحدث عنها أو من أجلها كتب هذه الرسالة. يعني وظيفة أو المنزلة التي ينبغي أن نراها في أحكام الفقه، نقول هذه أحكام الفقه هي تعبير وإظهار مراد الله تعالى في المصدر الأصلي الذي هو القرآن الكريم والسنة الشريفة، وليست حجابا. يعني القرآن، الكتب الفقهية والأحكام الشرعية الفقهية المكتوبة في كتب الفقه تحجب الإنسان وتمنعه من الاستمداد من القرآن. هذا هو الوضع الأصلي، يعني الوضع الأصلي لأحكام الفقه وكتب الفقهاء أنها تعكس مراد الله سبحانه وتعالى، حيث إن المجتهدين كاشفون، حيث إن المجتهدين كاشفون عن حكم الله، يعني يكشفون ويبينون حكم الله تعالى ومراده للناس، وليس مانعا وحاجزا بين الناس وبين القرآن الكريم والمصادر الأصلية. إن ذهن الإنسان ينتقل من الملزوم إلى اللازم، وليس إلى لازم اللازم كما هو مقرر في علم المنطق، ولو انتقل فبقصد غير طبيعي. فالكتب الفقهية شبيهة بالملزوم، والقرآن الكريم هو الدال على تلك الأحكام الفقهية ومصدرها، فهو اللازم. المصدر القرآن الكريم هو الذي أظهر تلك الأحكام الفقهية، والصفة الملازمة الذاتية للقرآن الكريم هي القدسية
المحفزة للوجدان. يعني هذا عظمة القرآن هي التي تعظيم القرآن هو الذي يحرك الإنسان للالتزام. فلأن نظر العامة، عامة الناس، ينحصر في الكتب الفقهية فحسب، يعني أنهم يقرؤون الكتب الفقهية فقط لمعرفة الأحكام، فلا ينتقل ذهنهم إلى القرآن الكريم إلا خيالا، ونادرا ما يتصورون قدسيته من خلال نظرهم المنحصر. ومن هنا يعتاد الوجدان التسيب ويتعود على الإهمال فينشأ الجمود. يعني بسبب أنه ينظر فقط إلى أحكام الفقه ولا ينظر إلى مصدرها، خلينا نقول أنه في مرحلة معينة أو في حياة المسلمين كانت هذه المسألة لها يعني حقيقة ساطعة. الناس إنما يتبعون الفقهاء لا لذواتهم، يتبعون الفقهاء لأنهم يعتقدون أن الفقهاء معبرون ومظهرون لأحكام الشريعة. لكن ماذا يحصل؟ لأن الناس لا تتعمق في التعليم الديني ولا تستمر في التعليم الديني في علم الحال، لا يتعمقون فيه، فلا يصلون إلى قراءة المصادر، يعني يقرأ الأحكام الفقهية خلينا نقول، ولا يطلع على القرآن الكريم أو الآيات القرآنية أو الأحاديث التي تجعله يرتبط ويقول له هذه الأحكام هي أصلا صورة لهذه الآيات أو لهذه الأحاديث. فصارت في ذهن عامة الناس وخاصة في زماننا للأسف الشديد صارت كأنها مانع، وأثر هذا أثرا خطيرا يحكيه الشيخ فيما بعد. لكن هنا يقول: ومن هنا يعتاد الوجدان التسيب، يعتاد الوجدان التسيب ويتعود على الإهمال. لماذا؟ لأنه الشعور هو أنك لست تتعامل مع القرآن، تتعامل مع فقيه ولا تتعامل مع الشرع، تتعامل مع العالم، مع الكتاب، وتغفل وتغيب أنك تتعامل مع الشرع الشريف، مع الشرع الشريف. ينسى الإنسان هذا فيعتاد التسيب، فلا يظهر لديه في شعوره أن هذه الأحكام التي يقررها الفقهاء هي أحكام الله. بينما كان الناس فيما نسمع وفيما تقرأ وكيف أنهم يحافظون على كلام الفقهاء ويلتزمونه لاعتقادهم أو هذا الظاهر أنهم يتبعون الدين، وهذا حق، لأن الذي يتبع الفقهاء إنما يتبع أحكام الشريعة فقط. إن في هذه المرحلة صارت كأن كتب الفقهاء، خلينا نستطيع أن نقول، أو كأن الفقهاء صاروا حاجزا لا يبينون ولا يظهرون في كلامهم المصدر الأصلي. فصار عند الناس نوع من التسيب. لماذا؟ لأنه عندما يترك كلام الفقيه لا يشعر بأنه ترك كلام الله، لا يشعر بأنه ترك الشريعة، لا، هو خالف الفقيه، خالف الشيخ، والشيخ بشر، والشيخ إنسان، والشيخ يعصي، وأنا أتبع القرآن، وأنا أتبع الإسلام، أنا مسلم، لا يلزمني اتباع ما يقوله الشيخ. كأنه هو يفهم المصدر الأصلي أو كأنه هو نفسه عالم. وهذه، ولذلك يحصل وحصل في كثير من الحالات أن بعض الناس يرفضون الإسلام بسبب رفضهم للشيوخ. فإذا اعترض على الشيخ، على الشيخ، سميه شيخ السلطان، سميه عالم السلطان، سميه يعني منافق، سميه ولي، سميه ماذا، مهما أعطيته من تسميات هو تعبير عن شخصي هو وليس تعبير عن الدين، وأنا أكرهه وأنا لا أصدقه، هو مفتي ولكنه مضل، إذن الإسلام ليس على الحق، أو أحكام الدين ليست لازمة، أو أحكام الدين
ليست صالحة، لا تصلح لنا. فلو كان، قال الشيخ، فلو كان قد بين القرآن الكريم ضمن بيان الضروريات الدينية مباشرة لكان الذهن ينتقل انتقالا طبيعيا إلى قدسيته، ولأثارت الشوق إلى الاتباع، ولنبهت الوجدان إلى الاقتداء، وعندها تنمو ملكة رهافة المشاعر لدى المخاطب بدلا من صممها أمام حوافز الإيمان وموقظاته. فيقول لو بين في توضيح الضروريات الدينية والمسائل الأصلية في الدين مصدرها الأصلي، لانتقل الذهن من كلام القائل إلى المصدر، فيتحرك الإنسان المؤمن ليتبع المصدر. وماذا يوجد في المصدر؟ الذي يوجد في المصدر هو البراهين الإيمانية والأدلة القاطعة والمعاني المرادة من وراء هذه الأحكام. وإذا تكلمنا عن الأحكام الفقهية ستنظر في بعض الأماكن إلى نوع آخر وفهم آخر للأحكام ينقلك من صورة إلى المعنى، ونأتي إلى مثال فيها بعد قليل. قال فالكتب الفقهية إذن ينبغي أن تكون شفافة لعرض القرآن الكريم وإظهاره، ولا تصبح حجابا دونه كما آلت إليه بمرور الزمان من جراء بعض المقلدين، وعندها تجدها تفسيرا بين يدي القرآن وليست مصنفات قائمة بذاتها. يعني كتب الفقه إذا كانت تقرأ بهذا الفهم ويتعامل معها بهذه النفسية، بهذا الفهم، بهذا المعنى، فإنك تقرأ الفقه لكي تلتزم بأحكام الله وليس لتلتزم بكلام النووي وابن حجر وخليل ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم وأرضاه. ليس هذا هو المراد. يصير الإنسان يعني يتعلم الدين ليعمل به، يقرأ كتب الفقه لينفذ ما فيها، وليس يقرأ كتب الفقه فتكون الفقه حاجزا بينه وبين الإسلام. فإذا فسد الفقيه أو فسد الكتاب فسد إسلام متبع الفقيه وإسلام متبع الكتاب. ولأن الذي يقرأ كتب الفقه قد ولا يستحضر كل مرة هذه المعاني يحصل له هذا الشيء. ماذا ترى كتب الفقه؟ قل قال مالك، قال عياض، قال خليل، قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال محمد، قال أبو يوسف، ونبدأ نقرأ قال وقال، ونذكر أسماء رجال أئمة كبار. فيوحي هذا وأعطى هذا انطباعا لدى عامة الناس أو من عوائل جماعات من الناس، لا نستطيع أن نقول يعني جماعة فقط ولكن أكثر كثيرا من الناس، إلا من قرأوا العلم عند الصالحين، عند من يعني انتبه لهذه المسألة، كأنها آراء مالك وشافعي، يعني هذا رأي مالك وهذا رأي الشافعي وهذا رأي عياض وهذا رأي ابن الحاجب وهذا رأي النووي وهذا الرافعي وهذا الشيرازي وهذا السرخسي وإلى آخره من العلماء الكبار، فيقرأ أسماءهم خلف بعض فيقول إذن هذا رأي من هذا من شخص إلى شخص، فخفت وبدأت تنطمس المعاني التي يذكرها الشيخ، وهي أن هذه المسائل التي يقولها العلماء هي سورة القرآن الكريم والحديث الشريف. فماذا حصل عندما كانت بهذه الصورة؟ رآها بعض الناس حجابا بينها بين الناس وبين القرآن الكريم، حجبت الناس عن القرآن، فصاروا يقولون أيوة إذا نحن السبب الذي أدى بنا إلى التخلف وإلى عدم مواكبة العصر وعدم التقدم المادي
الجسدي، الحسي، الكهربائي، الإلكتروني، هو هذه الكتب وهؤلاء الرجال والبعد عن المصدر الأصلي. فكيف نفعل؟ كيف نقف؟ كيف نحل هذه المشكلة؟ قال: إن توجيه أنظار عامة الناس في الحاجات الدينية توجيها مباشرا إلى القرآن الكريم، خطاب الله العزيز الساطع بإعجازه والمحاط بهالة القدسية والذي يهز الوجدان بالإيمان دائما، إنما يكون بثلاث طرق. يعني هناك ثلاثة طرق لكي نصل إلى هذه المرحلة، ثلاثة احتمالات، ثلاثة أنواع من الطرق، ليست كلها مقبولة أو كلها مرفوضة، لكن هذه الاحتمالات الموجودة. واضح يعني أنه هو صارت هذه الأحكام الفقهية تمنع الناس من القرآن. نحن نريد أن نرجع الناس إلى القرآن، إذا نقف ماذا نفعل؟ نفعل أحد هذه الآتي. طبعا من الأمثلة أيضا اللي تراها عن طلبة العلم، مثلا طالب يتعلم أحكام التجويد، النون الساكنة والتنوين، فيبدأ هو يقرأ القرآن يبدأ دائما يلاحظ النون والغنة والمد، حروف الإظهار والإقلاب والتفخيم والترقيق، وماذا يحصل له؟ يبدأ يراقب في هذه الأشياء حتى يعني لا ينتبه إلى المعنى الذي يقرأ، إلى مفهوم الآية التي يتلو. يتعلم الطالب الفقه، وهو يتعلم الفقه قل له ترفع يديك هكذا عند المالكية، وقل له السلام عليكم مرة واحدة عند المالكية، السلام عليكم، وتحرك إصبعك هكذا، الجمهور ما يحركش الإصبع، هذا المذهب المالكي هكذا، تعمل هكذا، تقف هكذا. فيبقى هو في الصلاة مشغولا بهذه الظاهر، ويبقى يلاحظ، بينما يغيب عنه ملاحظة الله سبحانه وتعالى في الصلاة والخشوع في الصلاة والتفكر في معنى الركوع ومعنى السجود ومعنى القيام. من جاءنا الآن في هذه المرحلة؟ جاءنا أبو حامد رضي الله عنه، إحياء علوم الدين، وحاول يرجع الناس ويربط ما بين هذا. لا نرفض الفقه، رفض الفقه ليس هو المقصود، ولكن فقط هذا يعطيك صورة. فالإنسان يبدأ في مرحلة يتأمل في شيء، يتعلم شيء، ولكنه يحجزه هذا عن المقصود. فماذا نفعل؟ قال ثلاثة طرق: إما إزالة ذلك الحجاب من أمام القرآن الكريم بتوجيه النقد وتجريح الثقة بأولئك المؤلفين للكتب الفقهية الذين يستحقون كل الاحترام والتوقير والثقة والاعتماد، وهذا ظلم فاضح وخطر جسيم وإجحاف بحق أولئك الأئمة الأجلاء. يعني نأتي ونزيل الفقه الإسلامي ونقول اتركوا الناس ما بينهم وبين الأدلة، وما بينهم وبين القرآن الكريم والسنة الشريفة والمصادر الأصلية، ابعدوا عنا كتب الفقه، هؤلاء الذين كتبوا الفقه أبعدونا عن الدين. وهذا ظلم، يقول لك ظلم فاحش، هذا ظلم فاضح وخطر جسيم. خطر لأنه طعن في الدين، وللأسف قد حصل هذا بين المسلمين، وحصل فعلا أن جماعات وتوجهات جرحت الأئمة وأزالت الأئمة من الوجود وحقرت الأئمة، سواء في حركة التجديد المزعومة، حركة التجديد المزعومة للدين على أيدي محمد عبده ومدرسته، أو على أيدي محمد بن عبد الوهاب ومدرسته، يقول لك نحن لا نتبع الرجال، أترك الرجال، نحن نتبع القرآن والسنة، كأن فقه الإمام النووي ولا فقه الشيخ خليل ولا ملا مسكين ولا مولانا الحلبي ولا ابن عابدين جاء من الإنجيل ومن الفرس ومن الروم ومن التوراة، كأنه جاء من هذا، مع أنه لم يأتي إلا في الأصل وفي الأصالة
إلا من مصدر الأصل للدين. وجاء أقوام، وللأسف ما زال يعني الكثير من الناس يؤمن بمثل هذا، يزيلون، نزيل هؤلاء العلماء لأنهم حاجز، وهذا خطأ. الثاني، أو تحويل تلك الكتب الفقهية تدريجيا إلى كتب يستشف منها فيض القرآن الكريم، أي تصبح تفسيرا له. ويمكن أن يتم هذا باتباع طرق تربوية منهجية خاصة حتى تبلغ تلك الكتب إلى ما يشبه كتب الأئمة المجتهدين من السلف الصالح، أمثال الموطأ لمالك بن أنس والفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان. فعندئذ لا يقرأ كتاب ابن حجر، ابن حجر الهيتمي فقيه الشافعي مثلا، بقصد ما يقوله ابن حجر نفسه، بل يقرأ لأجل فهم ما يأمر به القرآن الكريم، وهذا الطريق بحاجة إلى زمن مديد. يعني الاحتمال الآخر أننا نبدل هذه الكتب شيئا فشيئا ونربطها بالقرآن الكريم، طبعا في فقط في نسبة محدودة، دعنا نقول في المسائل الظاهرة والأصول العامة للمسائل التي يمكن تقريب الأدلة فيها إلى الناس. يعني عندما تقول بأن الصلاة فريضة نقول قال تعالى وأقم الصلاة لذكره، قول الحركة تبطل الصلاة وكثرة الحركة في الصلاة تبطل الصلاة، تقول يعني أقوموا لله خاشعين، وتذكر بعض ما يربطك بالقرآن الكريم في ثنايا هذا التدريس. يعني هو قال هنا وهذه باتباع طرق تربوية، يعني هذه معنى ذلك أنها شيئا فشيئا يتربى الإنسان، فيصير الإنسان لا نستغني عن ابن حجر ولا خليل ولا الدردير، ولا نتخلى عن ابن عابدين وهؤلاء الأئمة الكبار، ولكن الطريقة التي نقرأ بها نقرأ قراءة من يلتزم الدين، وليس قراءة من يريد أن يصير مجتهدا ويضع اسمه ويريد أن يضع اسمه بجانب أسماء الكبار. هذه أصلا من نوايا الخطأ. أقول دائما لطلبة العلم، ما هو غاية الأمد الأقصى من طلبك العلم؟ أولا الأمد الأول هو أنك أنت تتعلم وتلتزم بما تعلم، والأمد الأقصى أن تعلم الناس وتوجههم لكي يلتزموا بهذه الأحكام. أما أن يكون الأمد الأقصى للإنسان أن يصير كأبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى وكالأئمة الكبار بأن يكون مجتهدا، فهذا لا أريد أن أقول دونه خرط القتاد كما يقال وأنه غير مستطاع، ولكنه أيضا لا حاجة إليه. لماذا لا حاجة إليه؟ لأن ما يمكن أن يوصل إليه بواسطة الأدلة قد وصلوا إليه، وما كان من الأدلة ما لا يقبل الاختلاف فلم يختلفوا، وما كان قد قبل الاختلاف فلن يقبل الاختلاف أكثر مما قد اختلف عليه فيه. يعني لن يفهم في الأمر أنه إذا قلنا يدور بين الندب والوجوب والإباحة أن يأتي ونستخرج شيء آخر يدل عليه الأمر، أو أن العام يكون قطعي الدلالة على أفراده أو ظني الدلالة على أفراده، لن يكون لاجتهاد مجتهد إضافة جديدة يأتينا فيها برأي آخر ويكون هناك رأي ثالث في هذه المسألة، في هذه المسألة الأصلية. وقل كذلك في مسائل الفروع. ولذلك طلبة العلم لا يستطيع من الخطأ أن يبني أوهاما، صار يصير غاية طالب العلم حتى الطالب الذي يقرأ يعني مصيبة، يبدأ يجمع الاختلافات حتى يسمى أن هذا اللي حقق الكتاب ولا الشيخ الذي يعطي الدرس كلما أكثر من ذكر أسماء الآراء والمذاهب وأسماء العلماء الذين خالفوا، وهناك مذهب آخر وهناك رأي آخر وفي الكتاب الفلاني شيء آخر، وصار هذا الذي يقال كأنه أهل علم، وأن هذا الذي يفهم المسائل، وأنه لم يفهم شيء، هو فقط عرف عرف الاختلاف، ولكن هل هو يفهم ما هو مشهور وراجح
كيف جاء وكيف يفهم وكيف يمكن تنفيذه وتطبيقه. صحيح في المسائل الجديدة نحتاج إلى فقهاء للإفتاء بناء على الأصول والقواعد والكتاب والسنة وإلى آخره، ولكن ليس هدف طالب العلم أن يبدأ يطلب العلم لكي يصير إماما مجتهدا. سيصير بدل عندنا 4 مجتهدين عندنا 5، وبدل ما عندنا 1000 عندنا 1001. لن يضيف قيمة في حياة الناس، إنما تضاف القيمة في حياة الناس بأن يلتزم الناس بأحكام الشرع، وأحكام الشرع موجودة، وهذا قد تكلمنا عليه من قبل في شرح رسالة الاجتهاد للشيخ النورسي رحمه الله تعالى. الاحتمال الثالث: أو شد أنظار جمهور الناس دوما إلى مستوى أعلى من تلك الكتب التي أصبحت حجابا، يعني في نظر الناس صارت تمنعهم. قال ماذا نفعل؟ نشد أنظار الناس، نبين للناس دائما، نرفع مستوى نظر الناس، أي شدها باستمرار إلى القرآن الكريم وإظهاره فوقها دائما، مثل ما يفعله أئمة الصوفية. وهذه مثل ماذا؟ هذا مثل لو تحدثنا عن الصلاة، فعندما تذهب إلى الشيخ الفقيه تتعلم منه أحكام الصلاة يقول لك الفرائض 1 2 3 4، وتؤدى الفريضة هكذا، وتؤدى الفريضة كذلك. عندما تذهب إلى الشيخ المربي الصوفي رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول لك صلي وأنت تصلي وترك الدنيا وراءك واستحضر أنك أمام الله. يعني نخرج من مهذب الشيرازي إلى حي علو الدين مثلا، يعني أو نخرج من كتاب الفقه إلى كتاب الفقيه العالم المربي الصوفي الصالح الولي. فلا يقف الإنسان، نرفع نظره. قال لك عند الصوفية يوجد هذا الشيء يعني، وعندها تؤخذ الأحكام الشرعية الضرورية الدينية والضروريات الدينية من منبعها الأساس وهو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم، يعني هذه الأحكام الشرعية الأصلية الأصلية. أما الأمور الاجتهادية التي ترد بالواسطة فيمكن مراجعتها من مظانها. لماذا؟ لأن المسائل الفقهية أصلا لا يجوز للناس ولا يمكن للناس، وليس للناس طاقة، وليس الناس في حاجة إلى معرفة تفاصيل أدلتها. تفاصيل أدلتها ما يدركه إلا العلماء، وأي علماء؟ الذين يبحثون في مجموعات من العلوم وليس علما واحدا. العلم الواحد لا يكفيك. نحن ماذا نقول للطلبة؟ نقول للطلبة يجب أن تقرأ متنا في كل علم، صح؟ ولا نقول له اقرأ متن في النحو، ابدأ بالعقيدة، تقرأ متن في العقيدة السنوسية، شرح السنوسية صغرى، شرح الصغرى والوسطى والكبرى، تقرأ متن في الأول، تقرأ متن في، ثم تقرأ متن في التجويد، ثم تقرأ متن في الفقه في المسائل الأصلية. قل تقرأ متن الفقه، تقرأ الفقه من أوله إلى آخره على مذهب واحد بدون أدلة، تقرأ من الأدلة من تنتهي من الأول، تقرأ من الأدلة من المتون الفقهية العظيمة التي فيها جمعت العلوم. أما الذي يستهزئ بالمتون ويعتبرها تخلف، وهذا يعني قريب من الزندقة، هذا الذي يعتبر كتب الإسلام يعني كتب ضلالة وكتب يعني انحراف وحجاب عن الدين، هذا كلام خطير. هذا يعني صارت عند الناس بهذا الشكل بعضهم من جهلهم بما يقول الشيخ هنا، يعني شيء، وأن تكون هي في نفسها لا تعبر عن الإسلام. تقرأ متن في قواعد الحديث وعلوم الحديث، تقرأ متن في الصرف والبلاغة والبيان، وتقرأ متن، إذا قرأ الإنسان مجموعات من المتون ماذا يحصل؟ الناس يسموه عالم. هذا فقط الآن هو فاهم، هو في نفسه الآن يفهم القواعد والمبادئ، يفهم القواعد والمبادئ، بعد ذلك ينتقل لكي يزيد في كل فن منها. فإذا جئنا إلى الأحكام الفقهية التي هي خلاصة لمجموعات من العلوم، كيف يمكن للإنسان أن يتحصل هو في نفسه على تفاصيل الأدلة في الجزئيات؟ وإذا هو تحصل عليها، يعني ما يمكنه ولا يمكنه أن يلزم الناس ولا أن يجعل هذا شرطا لكي يتعلم الناس الدين، ويبقى يأتي بالمسألة الجزئية ويذكر فيها
أقوال الأئمة والآية والإعراب والنحو والصرف، ثم بعد ذلك الأدلة المعارضة والاستنباطات الأخرى وآراء المجتهدين في فهم الآية أو في فهم الحديث أو في استعمال القياس أو في وفي أو في. والله لن تدرس الناس الدين، وسيبتعد الناس عن الدين وسيموتون لن يلتزموا بالدين. نحن نريد أن يلتزم الناس بالدين. إذن هذه قال لك فيمكن مراجعتها، وأما الأحكام وأما الأمور الاجتهادية التي ترد بالواسطة، يعني التي يكون المجتهد فيها هو الكاشف، فيمكن مراجعتها من مظانها. ولا يخفى أن ما يستشعره المرء من جاذبية في كلام الصوفي الحق، الصوفي الذي يلتزم بالدين، لأن هناك أناس ادعوا التصوف وليسوا فقهاء وليسوا علماء بالشريعة، وهذه مشكلة. هؤلاء لا يصلحون للتربية، يعني لا يصلح إنسان أن يربي الآخرين ولا أن يكون داعية إذا كان لا يعرف أحكام الأصلية في الدين، لا يعرف القواعد العقائد ولا الدفاع عن العقائد ولا رد الشبهات ولا أصول الأحكام، فيتصدر يعني الناس لا. ولكن إذا كان ملتزما وعالما بالأحكام وصوفيا فوق ذلك، فيستشعره ولا يخفى أن ما يستشعره المرء من جاذبية في كلام الصوفي الحق ومن طلاوة في حديثه غير ما يستشعره في وعظ عالم في الفقه، فالفرق في هذا نابع من ذلك السر. يعني الفرق في هذا المشاعر من سر، أي سر الذي يدل على القرآن أو يقف بك عند، يرفع همتك أو يقف عند قال فلان وقال فلان دون أن يريك ويبصرك ويجعلك تنظر إلى أن هذا انعكاس للقرآن الكريم. ثم إنه من الأمور المقررة أن ما يوليه عامة الناس من تقدير لشيء وتثمينهم له ليس نابعا على الأغلب مما فيه من كمال، بل مما يشعرون نحوه من حاجة وبما يحصون تجاهه من رغبة. يعني أن عامة الناس يتوجهون ويعظمون الشيء الذي يحتاجون إليه، وليس الذي في نفسه يكون عظيما حقا أو ليس بعظيم. فالساعاتي الشيخ يعني حكى الأيامي الذي يأخذ أجرة أكثر من عالم جليل مثال يؤيد هذا. يعني أن الناس يأخذون بقدر حاجتهم لا بقدر قيمة الشيء، فلو وجهت حاجات المسلمين الدينية كافة شطر القرآن الكريم مباشرة لنال ذلك الكتاب المبين من الرغبة والتوجه الناشئة من الحاجة إليه أضعاف أضعاف ما هو مشتت الآن من الرغبات نحو الألوف من الكتب. بل لكان القرآن الكريم مهيمنا هيمنة واضحة على النفوس، ولكانت أوامره الجليلة مطبقة منفذة كليا، ولما كان يظل كتابا مباركا يتبرك بتلاوته فحسب. يعني إذا وجهنا الناس إلى أن يتعلموا أحكام الدين لقدسية القرآن الكريم، لو توجهوا إلى القرآن وصار القرآن دائما مصدرا لهم، ولا يكون القرآن مصدرا لأحد إلا هداه الله، أما وقال إيش أضعاف أضعاف ما هو مشتت الآن من الرغبات نحو الألوف من الكتب. هذه نحن نراها الآن، الحمد لله الإنترنت مليء بالكتب التي تطبع هنا هناك ترتفع في الإنترنت، والإخوان يحبون يعني تنزيلها ويجمعون الكتب، ويبدأ الهارد ديسك اللي عنده مليء ولا يجد مكانا له، ولكن يقرأ أم لا يقرأ؟ إنما ألفت الكتب لتقرأ لا لتوضع على الرفوف. لما ألفت الكتب لكي الناس تمسك الكتاب ويقرأه، لا يقلب ورقة ورقتين، يمسك الكتاب ويقرأه. الناس لا يقرؤون، ليسنا بحاجة إلى ذلك، وللأسف حتى لا يقرؤون القرآن ويبتعدون عن القرآن. لو توجهنا إلى القرآن الكريم لدلنا القرآن على هذه، ولا رجع ورجح فينا الاهتمام بما ينفعنا، هذه على الهامش يعني. هذا وإن هناك خطرا عظيما
في مزج الضروريات الدينية مع المسائل الجزئية الفرعية الخلافية، وجعلها كأنها تابعة لها، لأن الذي يرى الآخرين أو يرى الآخرين على خطأ ونفسه على صواب يدعي أن مذهبي حق يحتمل الخطأ، والمذهب المخالف خطأ يحتمل الصواب، وحيث إن جمهور الناس يعجزون عن أن يميزوا تمييزا واضحا بين الضروريات الدينية والأمور النظرية الممتزجة معها، تراهم يعممون سهوا أو خطأ أو وهما الخطأ الذي يرونه في الأمور الاجتهادية على الأحكام كلها، ومن هنا تتبين جسامة الخطر. يعني إن جمهور الناس، هناك أحكام أصلية، العقائد وأصول الإسلام وأصول الدين وأصول العبادات وأصول المعاملات في القرآن والسنة، هناك المسائل الاختلافية، هناك الذهب وهناك الألماس وهناك الذهب، لأن الناس بالنسبة لهم في الغالب كل شيء متساوي تقريبا، فيكون التشكيك والطعن والنقد إذا توجه إلى هذه الجزئيات الذهبية يعمم الناس الخطأ والوهم عليها جميعا. يعني عندما يأتينا الآن شخص، يأتينا شخص ويدعي الاجتهاد في مسألة فرعية ويخطئ، شوف الخطورة هنا، يخطئ الفقهاء في هذه المسألة، أو يخطئ أئمة التفسير كافة في فهمهم لكلمة في القرآن أو آية في القرآن، ماذا يفعل؟ هو في حقيقة الأمر يبطل ليس فقط هذه الجزئية لدى الناس، فيقول لهم يعني إن فهمي أنا صحيح فقط في هذه الجزئية، وفهم غيري أو هؤلاء العلماء خطأ في هذه الكلمة فقط أو في هذه الجزئية. لا، يحصل عند الناس التعميم، فماذا حصل؟ حصل إهانة وتنقيص وإضعاف للدين أصالة في كل مسائله، لأن الناس لا تفرق بين الفرع وبين الأصلي. ولذلك صارت المعاناة. إيش المعاناة؟ يعني عندما يأتي شخص ويجتهد في، يجتهد، أنا لا يعني لا نريد أن نتحدث، يعني لا أقول أنا ولا هو، ولكن يجتهد شخص وسلمنا جدلا أنه أهل للاجتهاد في هذه المسألة، ماذا يحصل له؟ لم يصر الحصول عند الآخرين، هو يحصل له نفسه أنه يظن نفسه قادرا على الاجتهاد في كل الأبواب وفي كل المسائل وفي كل العلوم، لأنه اجتهد في مسألة ورأى نفسه قد اطلع على ما لم يطلع عليها الفقهاء في هذه، أو المحدثون، أو يعني يأتي يبحث رجل يعمل رسالة دكتوراه عن ابن شهاب الزهري، فيصير في بين معاصرينا أو بين كثير من العلماء القدماء أكثر معرفة بابن شهاب الزهري منهم، فيظن لذلك أنه أعرف بالحديث منهم،